الوطني اللي حنا بصدد اليوم هو مجلس وطني لمنظمات النساء الحركيات في دورته العادية. هو ثالث مجلس وطني في نقطة واحدة ألا وهي التحضير للمؤتمر لمنظمات النساء الحركيات اللي غيكون إن شاء الله في خضون شهور القادمة. هاد المحطة هي محطة تنظيمية نظرا للدينامية اللي كيعرفها الحزب لمؤسسة العمل السياسي في قلب الحركة الشعبية، ولكن هو أيضا محطة سياسية بامتياز اللي باش نوضعوا فيها خطة الطريق اللي من أجل انخراط المرأة أكثر فأكثر في العمل السياسي، ولا سيما أن صاحب الجلالة نصره الله في كثير من الخطاب كيطالب أن النساء ينخرطوا في العمل السياسي. واليوم حنايا في منظمة النساء الحركيات وكحركيات منخرطين في هذه الدينامية، وأيضا منخرطين في جميع اللي كما كتعرفوا المشاريع وجميع البرامج اللي كتهم المرأة بالدرجة الأولى، على سبيل المثال مدونات الأسرة، العمل أو الشغل، مدونات الشغل بالنسبة للمرأة إكسترا. دونك كنقول لكم بأنه هو محطة سياسية بامتياز بنون النسوة. اليوم كما تتابعون معنا نحن في محطة هامة في تاريخ منظمة النساء الحركيات بعقد الإعداد لمؤتمرها الخامس، وهذا يأتي انسجاما مع توجيهات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وكذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب الذي يجب على المنظمات الموازية أن تعقد مؤتمراتها بعد مرور 6 أشهر على المؤتمر 14. اليوم نحن هنا وكما تتابعون معنا جميع الحركيات من باقي الأقاليم مستعدات مناضلات من أجل أن تكون المرأة الحركية يعني داخل المشهد السياسي لها كلمتها كذرع قوي لحزب الحركة الشعبية، وكذلك أنها قادرة، تبرهن على أنها قادرة على الترافع على جميع القضايا التي تخص النساء، جميع أيضا المستجدات السياسية، منها اللي كما كتلاحظوا معنا تعديل مدونة الأسرة التي نادى بها صاحب الجلالة كخارطة الطريق وورش كبير اللي غادي نبداو إن شاء الله، وكذلك ورش الحماية الاجتماعية، وكذلك القانون الجنائي، إلى مجموعة من الأوراش الكبرى التي ستكون المرأة الحركية حاضرة بقوة. والتنظيم هو جد مهم لأن فيه توسيع لقاعدة الحزب، فيه إشعاع كذلك، وفيه واحد تغير أو واحد طفرة نوعية اللي غادي يعرفها حزب الحركة الشعبية بجميع منظماته وروابطه التي تدعم الحزب والتي تتماشى مع توجيهات السيد الأمين العام برؤية جديدة بخطاب جديد، وهذا صراحة أعطى واحد القوة وأعطى واحد النفس جديد لدى المرأة الحركية. إذا الشعار ديالنا اليوم كما تلاحظون حركيات رائدات بمغربي الملتزمات بمغربي المؤسسات. إذا اليوم يعني مغرب المؤسسات، اليوم ما بقيناش كنهضروا على تنظيم هكذا عادي وغير منظم، اليوم كنتكلموا على حركة شعبية اللي هي عندها مؤسسات ديالها، عندها نظام يحترم، عندها قانون يحترم، وبالتالي فتتابعون معنا الكل حاضر هنا لا من أعضاء المكتب السياسي ولا من الشبيبة الحركية ولا من جميع المتتبعين. جيت اليوم لهذا المحطة اللي كنعتبروها احنا محطة تنظيمية أكثر من هذا، ومحطة سياسية، لأن كنعرفوا بأننا في واحد الوقت حرج في المغرب اللي خصنا نعودوا نعدلوا الأحزاب ديالنا ونعودوا نشوفوا الصياغه ديال بزاف ديال الاشياء اللي كتوقع في المغرب، منها كذلك التنظيم ومشاركه المراه، لان لاحظنا بان بزاف ما كنهتموش بالمراه، واليوم تواجدنا هنايا خاصه في درعه من درعه تافيلالت باش نعبروا على ان المراه ديال درعه تافيلالت وديال ميدالت هي متواجده ومتواجده بكثره، خاصه في حزب الحركه الشعبيه، لان هذاك هو اول حزب لنا. نحن كنعتبروا راسنا منطقه جبليه وكنعرفوا بان الجبال والامازيغ كانوا سباقين للحركه الشعبيه من عاد الستينات، انا باقي كنعقل اننا كنا من الستينات كنا كنكونوا في الحركه الشعبيه. اليوم جينا نجددوا هذا العهد باسم الحركه الشعبيه، وجينا نجددوا كذلك باسم اقليم ميدات، باسم امازيغ ديال درعه تافيلات وامازيغ ديال المغرب ككل.